إذا بسم الله الرحمن الرحيم، في هذا اليوم السعيد الذي يتصادف مع حلول شهر رمضان المبارك إن شاء الله، فقد تم بواسطة الحكم القضائي الذي صدر بشأن فتح هذا المسجد ألا وهو مسجد القدس، فقد تم بحمد الله ونعمته اليوم الأربعاء فتح المسجد بحضور السلطات المحلية والسلطات القضائية ومجموعة من الساكنة، فنتمنى من الله عز وجل أن يكون هذا بديرة خير تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي ما فتئت لعنايتها السامية لبيوت الله عز وجل. إن شاء الله فسنعمل على تفريش المسجد وفتحه في وجه المصلين لإقامة شعائر الدين الإسلامي بما فيها الصلوات الخمس وصلوات التراويح إن شاء الله تعالى. الحمد لله النضال ما مشاش هباء، يعني الناس اللي كانت كتوقف لوجه الله، ما كانت كتسنى كما كانوا كيقولوا شي ناس سامحهم الله أن المقاول كان كيعطي الفلوس، هو المقاول ما سلمش حتى الجام حتى بصعوبة حتى لهذ اللحظة، والحمد لله واحد فرحة واقفين الناس دابا في الخارج من المسجد، واحد فرحة كبيرة تبارك الله، وكيتسناو دابا بأنهم يصليوا فيه. يعني راه ماشي سهلة 10 سنوات ديال النضال ديال كذا، وفي حقيقة كنشكروا الناس المسؤولين حتى هما اللي ساهموا معنا، كل من السيد العامل اللي وقف معنا في هذا الملف، والسيد رئيس الدائرة والسيد القائد، كلهم هاد الأشخاص اللي كنا حنا اللي باشرنا هاد الملفات وكانوا واقفين معنا وكانوا كيعطيونا معلومات يوميا وكل أسبوع تقريبا عطاونا معلومات حتى الملف كان كيوصل وكيفاش الطريقه ديالو. يعني هاد الناس راه ما بخلوش علينا بالجهود ديالهم، كنشكرهم بزاف. كما لا يفوتني انني اشكر الناس اللي تقريبا راهم واحد 4 سنين هما واقفين معنا وكيناضلوا معنا في الوقفات، ناس لا في الاعلام ولا من الساكنه ولا بزاف، يعني ديال الناس اللي هما كانوا كي كنقولوا جنود الخفاء اللي كانوا كيناضلوا معنا وكيوقفوا معنا. وما نساوش السي زنون اللي خدم في الملف ديالو من تقريبا 3 ايام هو ساهر عليه باش ينفذ هذا الحكم، ومشى حتى لمراكش اليوم وجا. يعني الناس والله كما كيحلفوا هما ما تغداو ما والو، ولا جايين كيضربوا في تما راح في الطريق حتى وصلوا لهنا، وراه الحمد لله وهذا الشيء راه فضل من الله سبحانه وتعالى. هو كيف كيعلم الجميع هو ان المسجد راه مسدود ما يقارب واحد تقريبا ما يفوق واحد 9 سنوات، تقريبا حتى 10 سنوات هو مسدود. مني كان طرح هذاك المشكل بانه راه اهل للسوق وداك الشيء باش يعاود يبنوه ثاني من جديد وداك الشيء، وتحط الورش ديالو وبدا وخدام فيه المقاول. ملي كان وقع واحد المشكل ثاني في الدار اللي كانت ثاني اللي مجانب المسجد، كان وقع واحد الشق تمايا وكانت اهل للسوق التاهية، توقف المشروع وكان الفراج بعدا. ملي الامور تيسرات دابا الجامعه راه ان شاء الله غادي يتحل والحمد لله. راه ما كاين الاحساس، راه اي واحد دابا في الحي اللي سولتي غتلقاه فرحان. عرفت شنو هي 10 سنين ما بقيتيش كتسمع الاذان، ما كتسمعش القران في الحي، وكان وهذا المسجد راه تقريبا راه العمر ديالو واحد 100 سنه،
قبل ما يريب كاع هذا اللي كان الاول القديم وكثر كاع حنا راه عقلنا فيه ووالدينا عقلوا فيه يعني راه تقريبا راه عنده واحد راه تاريخ هذا ماشي تبارك الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول يكون فيكون فسبحان الذي بيد ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير اللهم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين افتح لنا فاتحة الخير بأمرك يا أرحم الراحمين اللهم يا مسهل الشديد ومولينا الحديد ومنجز الوعيد أخرجنا من حلاق الضيق إلى وسع الطريق لندفع به ما لا نطيق يا من أخرج ماء زمزم فراج لهاجر أخرجنا فراجا ورحمة وسعادة لا بعدا واجعلنا ممن قلت فيهم وعزتي وجلالي لا أرد لكم دعوة اللهم لا ترد لنا دعوة إلا وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب القائل ما ضاق أمر إلا فرجه الله ربي تخلينا عن حولنا وقوتنا واعتصمنا بحولك وقوتك اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فرحنا هذا المسجد أنا قريت فيه عندي 7 سنوات قرينا فيه عن الطالب السي محمد اللي كان إمام دياله كان باقي ما بنيش وقرينا فيه إحنا في الطفولة ديالنا قرينا باللوحة والصنخ والكراك ودابا شنو الإحساس ديالنا إحنا فرحانين لأنه 9 سنوات وهذا المسجد مسدود 9 سنوات وهذا المسجد مسدود والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله كتذكر في صف الصلاه وخصوصا حنا دابا مقبلين على شهر احنا كنا كنمشيو لجامع حير الرحمه ولكن ملي جات الكورونا قعدنا في ديورنا يلاه صلينا فيه 3 جمعه دروك بارك الله دابا ولا الجامع حداكم دابا معايا انا في الدرب الدرب هنا معانا في الدرب نجو حنايا نصلوا هنا وحنا فرحانين ومستعدين لشهر رمضان شهر العبادة وشهر القرآن وشهد شهر كتكلل فيه الشياطين كل شيء كيتكبل الحمد لله ولله الحمد ونعمة بالله ونعمة الله الحمد لله الحمد لله تم تنفيذ الحكم بالإفراغ بقوة القانون والحمد لله وحنا كنشكروا من هذا المكان المقدس كنشكروا السيد العامل والسلطات المحليه والجنود الخفاء وكل من ساهم من قريب او بعيد في افتتاح هذا المسجد وكل من ناضل وكنشكر الاخوان الساكينه وكنشكر الصحفيين ولا يفوتوني ان اشكر السيد المندوب الاقليمي لمدينه اسفي اللي بصراحه تا هو ضحى من الوقت ديالو وكان من الناس اللي كيساندوا القضيه ديال المسجد ولا يفوتوني كذلك ان اشكر السلطات المحليه على راسهم السيد رئيس الدائره والسيد القائد ديال الكورس اللي بصراحه كانوا واقفين على الملف شخصيا وكنشكروا الساكنه اللي حتى هي وقفات وكنشكروا الصحافه هذا المنبر ديال الاشواق اللي بصراحه كان من السباقين ومن الاوائل اللي كان حتى هو كان كيساند وكيدعم القضيه يعني من بعيد او قريب كنشكر الاخوان الكرام والحمد لله الحمد لله هذا يوم مشهود والساكنه ان شاء الله كانت هز الهم صراحه كانت هز الهم لا يعقل حي بحال الكورس 9 سنين او 10 سنين بلا مسجد اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة